هل أتاك حديث الغاشية الأخ القيامة يعني؟ نعم. وجوه يومئذ خاشعة، مش خاشعة يعني من الخشوع لله، من الخوف لله، لا ذليلة. خاشعة هنا يعني ذليلة، خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. لما النار تيجي تزحف على أهل المحشر هي لها ثلاث زفرات. النار نعم. النار زي عارف الحية، الحية تعمل إزاي؟ تريد أن تنفث سمها. صحيح. ففي لها ثلاث زفرات. أول زفرة يقع الناس إلى ركبهم، كل يقع على الأرض، كل أرض المحشر، كل أرض المحشر. ما في سبحان الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كل يقع. الزفرة الثانية ينبطح الناس كلهم على وجوههم، أهل الكفر والفسق، خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، يعني انظروا هي رجعت أم لم ترجع، من شدة الخوف، شدة الخوف. فالخشوع هنا، هنا في المؤمن هنا لا ينظر، البطح على بطن المؤمن. الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملك جنبه زي ما هو كان محضر الملك في الدنيا بالذكر وبالطاعة وبالصبر وبالاحتساب. الملك يقول له ما تخاف، ما تخافش، لا لا لا، ده مش لك، ليست لك، اطمئن، هو في ظل العرش. لا إله يوم لا ظل إلا ظل. أمال إيه يثبت؟ أمال إيه يثبت؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا كان الرجل يؤتى في الأمم السابقة ينشر من مفرق شعر إلى خمس، لا يثنيه هذا عن قوله لا إله إلا الله. وذلك سيدنا موسى قال اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أنت مستعجل ليه؟ أنت مستعجل، العجلة من الشيطان. انتظر، إن لم تأخذ الأرض أنت تأخذ الجنة، وابنك يأخذ الأرض ويلحقك في الجنة برضه. ما تخيل، يا سلام، معادلة طيبة. ما يضيع ابن، بس عايز شوية صبر، عايز شوية صبر بس. وجوه يومئذ خاشعة، نعم، عاملة ناصبة، يعني عاملة في الدنيا لغير الله، ناصبة أي متعبة في النار جزاء لما عملت لغير الله، عاملة ناصبة.